نشرة رياضية مفصلة تأتيكم من عاصمة الخبر، أهلا بكم وإلى أبرز عناوينها. استاد الملك فهد الدولي يحتضن كلاسيكو السوبر الإسباني. الليلة ديربي لندن يجمع أرسنال وتوتنهام في البريمير ليج. أنهى ريال مدريد استعداداته لخوض كلاسيكو جديد هذا الموسم ضد برشلونة، هذه المرة في نهائي سوبر الإسبانية على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض. كان الثلاثي لوكاس فاسكيز وإدوارد كامافينجا وإدر ميلتياو قد تعرضوا للإصابة خلال النصف النهائي أمام فالنسيا، وتبقى مشاركتهم في النهائي موضع شك، ويسعى ريال الفوز والحفاظ على اللقب. كما أنهى برشلونة تحضيراته لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية، وكانت آخر مرة فاز فيها الفريق الكتالوني باللقب في أبريل 2021 عندما انتزع لقب كأس ملك إسبانيا 31. ننتقل لمباريات الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي تشيلسي ضيفه كريستال بالاس، ويلعب نيوكاسل مع فولم، وفي ديربي لندن يحل أرسنال ضيفا على توتنهام هوتسبير. ملعب توتنهام هوتسبير يستضيف ديربي لندن بين توتنهام ومنافسه أرسنال، ويسعى توتنهام للعودة للانتصارات وتحسين مركزه في جدول الترتيب، ويتطلع أرسنال للفوز وتعزيز صدارته للدوري مستغلا تعثر مطارده مانشستر سيتي. ستكون الجماهير العاشقة لكرة القدم الإنجليزية بشكل خاص على موعد مع مباراة ديربي مثيرة في العاصمة لندن بين توتنهام وأرسنال، في مواجهة يتطلع من خلالها أرسنال إلى استعادة نغمة الانتصارات التي توقفت في الجولة الماضية بتعادله مع نيوكاسل. وبرغم فارق 11 نقطة التي تفصل بينهما، يدرك أرسنال أن المواجهة مع توتنهام على ملعبه لن تكون سهلة، خاصة أن فريق المدرب أنطونيو كونتي استعاد بعضاً من اتزانه في الجولة الماضية بالفوز على كريستال بالاس، ويتطلع لمواصلة الانتصارات من أجل الحفاظ على موقعه في المركز الخامس وفرصة العودة للمراكز الأربعة الأولى في الفترة المقبلة. أرسنال يسعى إلى تحقيق الفوز لتدعيم وضعه في صدارة جدول المسابقة والحفاظ على فارق النقاط الذي يفصله عن مانشستر سيتي حامل اللقب، ويحتاج توتنهام أيضاً للفوز من أجل الحفاظ على معنويات لاعبيه قبل المواجهة الصعبة والمرتقبة مع مانشستر سيتي الخميس المقبل في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة. هاري كين نجم هجوم منتخب إنجلترا وتوتنهام يملك فرصة لكتابة التاريخ في مواجهة أرسنال، حيث يستهدف تحقيق رقمين بارزين سيزداد بريقهما بالقيمة الكبيرة لديربي شمال لندن، أولهما أنه يملك في رصيده 198 هدفاً في البريمير ليج،
ويسعى للدخول في المئوية الثانية، وهو الرقم الوارد تحقيقه أمام أرسنال في ظل سجله المميز في ديربي شمال لندن بتسجيل 14 هدفاً في 18 مباراة. وثانيهما أن كين أصبح الآن على بعد هدف واحد من معادلة جيمي غريفز الهداف التاريخي لتوتنهام برصيد 266 هدفاً في جميع المسابقات. كان مانشستر يونايتد قد حسم ديربي مدينة مانشستر أمام السيتي وفاز بهدفين مقابل هدف واحد على استاد أولد ترافورد في الجولة 20 للبريمير ليج، وتقدم الضيوف أولا عبر البديل جاك غريليتش مع بداية الشوط الثاني، ثم رد يونايتد بهدفين متتاليين في غضون 4 دقائق فقط، حمل توقيع برونو فرنانز وماركوس راشفورد. الفوز عزز سجل يونايتد إلى 9 انتصارات متتالية بجميع المسابقات، ورفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن سيتي صاحب المركز الثاني. وفي مباراة أخرى بالدوري الإنجليزي، وصل ليفربول نتائجه المخيبة لآمال جماهيره وخسر خارج أرضه أمام برايتون بثلاثية دون رد. الهزيمة جمدت رصيد ليفربول عند 28 نقطة ليتراجع للمرتبة الثامنة، فيما ارتفع رصيد برايتون إلى 30 نقطة في المركز السابع. ويلتقي ليفربول مع ولفرهامبتون الثلاثاء المقبل في مباراة الإعادة ضمن الدور الثالث لكأس رابطة الأندية المحترفة، قبل أن يستضيف تشيلسي على ملعبه في 21 من الشهر الجاري. وعقب المباراة عبر يورغن كلوب مدرب ليفربول عن الاستياء من أداء فريقه أمام برايتون، واعتبرها الأسوأ على الإطلاق منذ تولي القيادة. وتدهورت مسيرة ليفربول هذا الموسم في ظل الأداء المتواضع أو إصابة لاعبين بارزين. وفي مباريات أخرى في الدوري الإنجليزي، فاز وولفرهامبتون على ويستهام يونايتد بهدف دون رد، كما فاز ساوثهامبتون على مضيفه أفرتون بهدفين مقابل هدف واحد، وتغلب نوتنغهام فورست على ليستر سيتي بهدفين للا شيء، وتغلب أيضا برينتفورد على بورنموث بهدفين دون مقابل. وللحديث عن نتائج الدوري الإنجليزي ينضم إلينا من لندن عبر سكايب ياسر الشنواني الناقد الرياضي. بعد التحية، يعني ما هي أسباب تدهور مستوى ليفربول في الفترة الأخيرة؟ أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا المشاهدين. خلينا نقول طبعا أن ليفربول فريق قوي جدا، مهما كان فريق ليفربول حصل على الدوري الإنجليزي على البريمير ليج، حصل على أقوى دوري في العالم هو البريمير ليج، حصل على الشامبيونز ليج، لكن كل فريق بيمر بفترة صعبة. خلينا نقول ان ليفربول الفتره اللي بيمر بيها صعبه جدا دلوقتي، لان ليفربول دخل ليفربول دلوقتي بعد ما كان دايما بينافس دلوقتي في المركز التاسع، فدي حاجه صعبه جدا. طبعا الهزيمه اللي مال بها ليفربول ضد برينفورد والهزيمه الاخيره من برايتون، زي ما اتكلم وحضرتك قلت في التقرير ان يورجن كلوب معترف ان الفريق في وضع سيء جدا، لكن الفريق في وضع سيء لان فيه عنده اصابات كتير، لعيبه كتير غايبين، فده اللي بيأثر سلبا على الفريق. لكن انا شايف ان ليفربول فريق قوي جدا، لكن الحاجه اللي كانت بتميز ليفربول اللي هي الروح القويه جدا مش موجوده عند ليفربول، بالاضافه لان يورجن كلوب بيعاني من حاجه قويه جدا تقدر تاثر تاثير سلبي على اقوى فرقه في العالم، ان هو ما عندوش بدلاء، ما عندوش دكه. احنا بنشوف دلوقتي مثلا فان دايك اتصاب، ما عندوش حد يقدر يعوض غياب فان دايك، فدي هي دي المشكله اللي بيعاني منها ليفربول دلوقتي. لكن انا شايف ان ليفربول ممكن ان هو يقدر يرجع تاني ويبقى فريق قوي جدا ويقدر ينافس على الدوري، لان الدوري البريمير ليج لسه في فتره قدامه. نعم، كيف ترى ما يقدمه مانشستر يونايتد تحت قياده إريك تن هاج، او ما الذي يفتقده إريك تن هاج من ادوات؟ انا شايف ان إريك تن هاج شخصيه قويه جدا. انا شايف إريك تن هاج كان من ضمن الحاجات الايجابيه اللي حصلت لفريق مانشستر يونايتد هو ابعاد كريستيانو رونالدو، لان كلنا شايفين دلوقتي ان فعلا كريستيانو رونالدو كان عامل مشكله كبيره جدا. طبعا كريستيانو رونالدو فريق
نجم كبير جدا 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 جدا، نجم له تاريخ كبير جدا، لكن احنا شايفين ان هو ما كانش متناسب مع مانشستر يونايتد. كريستيانو رونالدو مش هو كريستيانو رونالدو اللي كان موجود في مانشستر يونايتد قبل ما يروح لريال مدريد. لكن انا شايف ان تنهاج مدرب قوي جدا، عنده شخصيه قويه جدا، بيقدر يطوع المحتوى اللي عنده، بيقدر يستخدم اللعيبه اللي عنده ان هو يحقق الاهداف اللي عنده اللي هو عايزها، وده اللي احنا شفناه. يعني مانشستر يونايتد من فتره كبيره جدا كان خسر من برينتفورد، عامل مباريات سيئه جدا، لكن احنا شايفين دلوقتي ان مانشستر يونايتد المباراه الاخيره ضد مانشستر سيتي كان كله متوقع ان مانشستر سيتي لان بينافس مانشستر سيتي على البريمير ليج، لكن ان هو يفوز على مانشستر سيتي بعد التاخر بهدف 2-1 ده بيدل على ان فعلا مانشستر يونايتد فريق قوي جدا وعائد بقوه، وده اللي خلى مانشستر يونايتد انه يفوز المركز الثالث دلوقتي. نعم. يعني أريد أن أنتقل إلى القطب الثاني وهو مانشستر سيتي، يعني هل يستطيع مانشستر سيتي الخروج من نتائجه ويعني الوصول أو الخروج من النتائج السلبية الأخيرة؟ خلينا نقول إن إحنا دايما بنقول إن الخمس دورات القوية اللي في العالم، سواء الدوري الفرنسي، الدوري الأسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني، الدوري الإنجليزي بريمير ليج، هو أقوى دوري. لكن احنا شايفين دلوقتي في البريمير ليج في لعبه الكراسي الموسيقيه هي اللي شغاله، لكن لعبه الكراسي الموسيقيه باستثناء ارسنال، ارسنال على القمه دلوقتي، فمفيش حد قادر ان هو ينزل ارسنال لغايه دلوقتي من على القمه. لكن احنا شايفين مانشستر سيتي بيأدي اداء قوي جدا، فريق قوي جدا، معاه مدرب احسن مدرب في العالم جوارديولا، عنده دكه تساعده في اي وقت، يحصل اي اصابه، يحصل اي تغيير يقدر يغير. لكن انا شايف ان النتائج بتاعته وحشه الفتره الاخيره، لكن برضه مانشستر سيتي فرقه قويه، لان فرقه بطولات، فرقه مركزه مع البريمير ليج، مركزه مع الشامبيونز ليج، مركزه انها تحقق نتائج كويسه. لكن ان كل فرقه ممكن تمر بكبوه زي ما ليفربول قلنا ان هو بيمر بكبوه، فمانشستر سيتي دلوقتي بيمر بكبوه في الفتره الاخيره وخصوصا ضد مانشستر يونايتد. لكن انا شايف ان مانشستر سيتي فرقه قويه جدا لانها عندها كل الدوافع للبطوله. نعم، اشكرك ياسر الشنواني الناقد الرياضي، كنت معنا عبر سكايب من لندن. اختتم باريس سان جيرمان تدريباته لمواجهة رين في إطار منافسات الجولة 19 من الدوري الفرنسي، ويسعى سان جيرمان لحصد نقاط الثلاثة من أجل الاستمرار في الانفراد بالصدارة والدفاع عن اللقب للعام الثاني على التوالي. ويتصدر الفريق الباريسي ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، بينما يحتل رين في المركز الرابع برصيد 37 نقطة. ننتقل إلى مباريات الدوري الإيطالي، حيث خطف ميلان تعادلا مثيرا أمام مستضيفه ليتشي بهدفين لكل فريق ضمن الجولة 18. ليتشي تقدم بهدفين عن طريق ثيو هيرنانز مدافع ميلان بالخطأ في مرمى وفيديريكو، ثم رد ميلان بتسجيل هدفين لرافائيل لياو وديفيد كالابريا. بهذا التعادل رفع ميلان رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الثاني بفارق 9 نقاط عن المتصدر نابولي، ورفع ليتشي رصيده إلى 20 نقطة بالمركز الثاني عشر. قرر وزير الداخلية الإيطالي منع جماهير روما ونابولي من حضور المباريات خارج ملعبيهما بعد اشتباكات بينهما الأحد الماضي، والتي أكبرت السلطات على إغلاق الطريق السريع الرئيسي بالبلاد مؤقتا. وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن القرار يتضمن إغلاق المدرجات الخاصة بمشجعي نابولي وروما في المباريات خارج الأرض بسبب خطورة أحداث العنف التي وقعت والخطر الملموس من إمكانية تكرار هذه التصرفات. كما قرر الوزير وقف بيع تذاكر لمدة شهرين في نفس المباريات للأشخاص المقيمين في نابولي وروما. اقترب تشيلسي وشاختار دونيتسك الأوكراني من الاتفاق على انتقال المهاجم ميخائيل مودريك إلى النادي الإنجليزي، وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الصفقة تقدر بنحو 100 مليون دولار، حيث سيوقع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما عقدا لسبعة أعوام ونصف مع البلوز.
وفي منافسات بطولة العالم لكرة اليد المقامة بالسويد وبولندا، يلتقي المنتخب المصري مع نظيره المغربي اليوم في الجولة الثانية للمجموعة السابعة. وفاز منتخب مصر في مباراته الافتتاحية على كرواتيا بنتيجة 31-22، بينما خسر المنتخب المغربي في الجولة الأولى من نظيره الأمريكي 28-27. كان المنتخب السعودي قد خسر أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 41-23 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لمباريات بطولة العالم. انتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم فرنسا 24-14، واستمر تفوق الفرنسي حتى النهاية لتنهي اللقاء بفارق 18 هدفا. إلى هنا تنتهي نشرتنا الرياضية. للمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الأخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. إلى اللقاء، هنا القاهرة عاصمة الخبر.